السيناتور الجمهوري لينزي غريم: يتوجب على المجتمع الدولي أن يساعد ليبيا لأن استقرارها جيد لشمال إفريقيا والعالم برمته. لقد حان الوقت لكي تنسحب كل قوات المرتزقة من ليبيا وتمنح الشعب الليبي فرصة لكي يتنفس ويمضي إلى الأمام. روسيا لاعب سيء في ليبيا. أتمنى أن تقوم روسيا والدول الأخرى التي دعمت مجموعات المرتزقة بالتنحي جانباً من أجل مصلحة المنطقة. ليبيا كانت شريكاً جيداً في محاربة الإرهاب، وقد حان الوقت لإعادة بناء ليبيا. السيناتور الديمقراطي كريس كونز: تهنئة للشعب الليبي بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية. إنها خطوة مهمة لإنهاء عقد من النزاع هناك. أعمل على دفع الكونغرس لتمرير قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا من أجل تقوية هذا الزخم الإيجابي ودعم ليبيا موحدة تعيش في سلم وازدهار. Are you willing to admit that the Libyan and Syrian military... سيدة سامانثا باور: هل أنت مستعدة للإقرار بأن التدخل الأمريكي في ليبيا وسوريا اللذين دعمتيهما كانا خطأين، وأنك ستكونين في المستقبل أكثر وعياً بالتداعيات الإنسانية الكارثية غير المقصودة التي يبدو أنها تقع مراراً وتكراراً في تدخلاتنا العسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط؟